اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اشيك موبيليا لسنه 2022 من معارض اسلام صبحي. الموبيليا طبعا كلها عموله. هنشوف النهارده غرفه السفره والصالون وغرفه النوم. ما شاء الله غرفه السفره شيك جدا. الكراسي بالوان الكافيهات والدهانات شامبين مات، والنيش اتعمل باللون البني المحروق، بني غامق جدا، بس الرجلين بتاعته برضو بنفس لون دهان السفرة اللي هو الشامبين. الصور الكبير اخد اللونين ما بين البني وما بين اللون الشامبين، هو نص لمعة، مش مط ومش لمعة كاملة. السفرة دي شكلها جديد، ما كررتش معهم قبل كده، واختاروا هما طبعا المراية الكبيرة مش المرايات الصغيرة، عشان ما شاء الله مساحه الشقه كمان واسعه، فبتبقى الموبيليا اكبر شويه. مساحه الشقه بتتحكم في الموبيليا كان حجمها ايه. ده الصالون، صالون نيو كلاسيك، الصالون باللون البيج والدهانات باللون الشامبين. الصالون اخد لون واحد بس، انا عامه بفضل الصالون يدخل فيه لونين او يتعمل الظهريه بوكات، بتدي منظر احسن شويه. لكن ساده كده انا مش بحب الساده قوي كده. الكنبه دي اللي عجبتني قوي، دي غرفه اوضه النوم ابيض والتنجيد على اللون اللي من درجات الكشمير شوية، بس درجة فاتحة. عجباني قوي فكرة فتح السرير دي، يعني سهلة في تخزين اي حاجة تحتها. الأوضة سيمبل خالص، مودرن، متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وفعلوا الجرس، وقولوا في الكومنتات ايه رأيكم في الفيديو. طب التسريحة سيمبل اوي، بسيطة خالص، مفيش شغل كتير. برضه عجباني فكرة الظهر بتاعة المراية دي في تخزين اي حاجة خايفة انها تتكسر من الاطفال اللي عندك او كده، خصوصا كمان لما يجيلك اطفال عندهم ضيوف فيها معاهم اطفال. انا بفضل الدولاب ده او المساعد ده يبقى طرف اكتر من انه يبقى تراك او يبقى جزء وجزء، يعني درجين وتحت يبقى ظرف كده. الشماعة دي في اكتر الغرف، بس مشكلتها انها بتحط عليها هدوم كتيرة بتقع، مش ثابتة. حلو تقسيمة الدولاب. الغرفة مساحتها صغيرة، مش كبيرة، ودي خزنة طبعا للحاجات المهمة. ياريت تشاركونا رأيكم في الكومنتات في الغرف الجديدة.